لنكون معكم ونشارككم أجواء فعالية حملتنا الجديدة، السرعة رهيبة والسعر من طرف الجلبة، وتشبك باقي 8 متفون 8 ميجا سرعة ب 8 شيكل فقط. هذا النشاط هو واحد من النشاطات اللي بتقوم فيها شركة الاتصالات بشكل مستمر للتواصل مع مشتركينها ولكسر حالة يعني الجمود، انه يكون في اكثر من طريقة للتنوع بالتواصل مع الناس. بس السبب المباشر بهذا النشاط الترويج لحملتنا الجديدة اللي السرعة رهيبة والسعر من طرف الجيبة. 4 3 2 1 سمعت من بالدي. والله أنا جاي هون بالصدفة وربحت بيتس. الحملة رهيبة والدفع من طرف الجيبة 8 شيكل الحزمة جميعها. أهلا وسهلا فيكم جميع مشتركي الاتصالات الفلسطينية بالدي.